مرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامج ثانية، شكرا على المتابعة، إن شاء الله عام سابا، إن شاء الله عام خير، إن شاء الله ربي يرحمنا. تحياتي لكل المشاهدين، كل فقراتنا وتقاريرنا تلقاهم على صفحتنا على فيسبوك الثانية بالعربي ولا بالسوري، تلقاهم الحلقة هذه وكل الحلقات السابقة، كل التقارير وكل المواضيع وكل النصائح اللي تفرجوا فيهم واللي نعديهم مع شركائنا في برنامج الثانية. قصة فلاح هذه قصة زوز تعرفوا على رواحهم على بعضهم في الجامعة، ثم واصلوا التجربة متاعهم، خليوا خدمتهم ومشاو إلى استثمار فلاحي. كيفاش عايشين مع بعضهم، كيفاش متكاملين مع بعضهم في زوز مشاريع، هتفرجوا في القصة مع رامي. كما ترى مربي بتاع بقار حلو، نمارس في المهنة ذي عندي توا ما يزيد على 10-15 سنة. أنا في الأصل تقني سامي، متخرج من المدرسة العليا للفلاحة بمقر، عملت برشا أنشطة فلاحية، فما اللي مشى فما اللي ما مشاش، لين ركحت في الدومين والسبيسياليتي هذه من 2017. مشيت قدمت معناها دوسي البنك التونسي للتضامن بي تي اس باش تحصلت على اراخ، ثانيت اراخ معناها، وبديت من 2017 في المشروع. خدمتك حليب؟ خدمتنا حليب وتحويل، معناها زوجتي هي اللي تقوم بتحويل منتوجنا من الحليب الى اجبان. انت لهنا البارسيل هذا قداش فيه تقريبا؟ هذه بارسيل فيها 2 هكتار تاع الوالد، نزرع فيها أعلاف خضراء ديما للأبقار باش نحاول معناها نوفر أعلاف للأبقار ونطيح في الكلفة متاع الإنتاج باش نجم معناها نغطي الشارج متاع البقرات ونلوج على شوية مربوح. فما غرام، فما قصة، فما حكاية في الوسط. أول حاجة الوالد هو اللي ولد الدومين، معناها هو اللي من اللي صغير يهزني معاه وكذا، مغروم بالحيوانات وتربية الحيوانات، بقى الغرام هذاك حتى معناها وانا تلميذ قريت، ومن بعد خديت الباك ومشيت للجامعة، معناها مشيت قريت في المدرسة العليا للفلاحة بمقرن اللي هي معناها تكونت فيها، وخديت الفورماسيون عاونتني برشا في الحياة المهنية هذيا ومعناها خلتني نقدم في المشروع. من مقرن ما خرجتش كان بالشهادة؟ لا لا، بامرأة شهادة معها حاجة أخرى. شهادة مع امرأة في مقرن؟ اي في مقرن. هي مقرن ما تعرفهاش؟ لا لا ما نعرفوش، ما نعرفهاش. تعرفنا في مقرن، قرينا مع بعضنا، ما كناش فرد سبيسياليتي، مي تعرفنا على بعضنا غاديك، خاطر وقت المدرسه صغيره ولاد الاستوديون كل تعرف بعضها وتعرفنا حسين، وقتها معناها قرينا مع بعضنا. وبعد القرايه تخرجت انا، وبعد بعام هي تخرجت، ومعناها سهل ربي، واحنا تخرجنا 2009 عرسنا 2012. احنا من الاول باش نتخرجوا ونعملوا مشروع فلاحي ونخدموا في الفلاحه، خاطر معناها مقبل كانت المشاريع الفلاحيه فيها الربح وتنجم تكون منها وتضمن مستقبلك ومستقبل صغارك، لكن من الثوره معناها ومن بعد الثوره تبدلت المعطيات وما عادش معناها الحكومات المتاليه قاعدين في البيفات نتاع الفاك هيث وتحكيوا على الموضوع سهل المشروع. كل شيء سهل ومش أحسن. تمشي الامور وسافا، ومشروع مشي تعمل معنا مش نعملوا برشا فلوس مش نعملوا برشا فلوس نحن. وكذا وكما اي كوبل معناها يطمحوا باش يضمنوا مستقبل اولادهم، يعملوا دار باش يعملوا معناها يسافروا باش يعيشوا بالكدا كذا، مش نخدموا على رواحنا ونعيشوا كهو كل عباد. بديتوا في التنفيذ؟ بدينا في التنفيذ كهو. الأحلام اللي حلمناها مش هي اللي لقيناها في الواقع، معناها فما فرق كبير معناها بين الواقع واللي معناها واللي تحلم باش تعمله، معناها واللي تخطط له، وانت ديما ما تعرفش على وقتاش معناها تطلع لك معناها مشكله، يطلع لك عائق، يلزمك
تحاول كيفاش تتأقلم وتتعدى معناها. شكون كان عنده نفس أكثر؟ شكون اللي شجع صاحبه ديما؟ هي مازلنا قريب نوصله. هي ديما تشجعني زوجتي، ديما تشجعني. خططنا لبرشا حاجات في البيفيت في موغرن، مش المشروح اللي برك برشا حاجات. الحلمات هذوك فما منهم اليوم على فما برشا تحقق وفما مازال، فما اللي نطمحوا له مازلنا نطمحوا له مازلنا ما حققناهش. شنو اللي تحقق؟ تحقق كوننا تزوجنا، عندنا زوز بنات، عملنا المشروع الاول، عملنا المشروع الثاني، وهنا نواجهوا في الصعوبات توا معناتها نتاع الدنيا في والحياه في الفلاحه. هيثم قال لي راي المستشار متاعي أنا يعني المهندسة في الدار هذيك ممكن الحاجات اللي وقت اللي يعني تحت وممكن كان فما فرضياني يعني ما نكملش لقيت شكون معي لقيت مهندس فلاحي وجهني. أول حاجة كي عارس معناتها كي تزوجنا مازال ما عملش المشروع هذايا، خممنا فيه مع بعضنا وبدينا فيه مع بعضنا. بعد لقينا صعوبات في غلاء معناتها تكلفة الإنتاج في العلفة في الكونسنتري، ولينا خممنا اللي احنا معناتها لازمنا نعملوا على رواحنا في العلفة باش نقصوا من تكلفة الإنتاج. عملنا لانسيلاج دو مايس، عمل برشا حشيش معناتها للبقر باش نقصوا من تكلفة الإنتاج. كنت أنا ديما معاه وفي نعاون فيه في استراتيجية متاع العلفة متاع البقر وفي في التغذية نتاعهم باش نتحصلوا على حليب. السبيسياليتي نتاعك التغذية هذه؟ أنا السبيسياليتي نتاعي الإنتاج النباتي بصفة عامة، إنتاج نباتي برودكسيون فيجيتال. فلقيت روحك في الإنتاج العلفي؟ إيه، خاطر عندنا سبيسياليتي معناتها في التركيبة الغذائية اللي باش نقدموها للأبقار ولا للأغنام ولا معناتها توسكي تغذية للقطيع. مادام وصل هيثم ما عادش ينجم يخلص الكريديات نتاعو، إيش معناها ما؟ معناتها يبيع الحليب وسوم تاع البيع الحليب ما يخلصلوش العلفه، ما يخلصلوش الخدامه، ما يخلصلوش ليشيونس نتاع البنك نتاعو. وفريمون معناتها وصلنا نوقف معنا شخص من العائله معناتها باش نجمو نواجهو معناتها ومصروفنا للدار. برشا اشخاص لما لهم برشا اشخاص من العائله وقفوا معنا، كان مش سوتيان فاميليال، واحد كان ينجم يطيح ويقص معناها على تربيه الابقار و... فهمتني. ف جاء التدخل نتاع المهندس اكثر. شنو هي حاجه اخرى؟ فما اتو زيد صغير اللي بابا وعمي يعملوا في الجبن. قلنا احنا علاش الحليب نتاعنا نعطيو فيه الفلاحه اخرين ولا المصنعين اجبن؟ والغالين تاع تف من عنده ب 2000 فرانك، ب 2000 فرانك ياخذ فيه من عنده. اي ياخذ فيه من عنده ب 2000 فرانك، خاطر فريمون يستحق 2000 فرانك. خلصك تخلصني وصافا الحمد لله، لاقيه روحي. لا لاقيه روحي، صحيح نحب ما احسن، مش باش نتاع ماغج باش نعمل حاجه كوميرسيال و غون تيشي، اما خلصتني وماشيه في المشروع. الفلاح الاخرين ما يبيعوش
للمحاولين نتاع الجبن بالسومادي. لا يبيعوا للمحاولين اما مش بالسومادي، خاطر ما فماش استراتيجي من الدوله، خاطر التسعير نتاع الدوله ماهوش مش صحيح. يعني واش عليها ما عنديش درايه معناتها بال لا مش خاطر راجلي، خاطر فريمون الحليب يستحق دو كاليتي، نعرف السورس نتاعو منين، عندنا فخو على فيرم، حليب نظيف نظيف و الدونسيتي نتاعو طالعه، دونك يعطيها اكثر روندمون نتاع جبن، دونك باش تربح اكثر فلوس معناها. واذا كان فما حليب نتاع بقره مزرقه انتيبيوتيك يتم اتلافه واستبعاده جمله، معناها خوفا على صحه الكونسوماتور بيان سور، خاطر كيما تاكل انت لازم توكل غيرك. هو زاد يعاون فيك في المشروع تو انت تبيع. كان ما جاش حليب واثقه فيه وتعرفه بالضبط ما تشريهش بل فيه وما يخلصنيش. كان جيت واثقه معناتها اللي هو حليب دو كاليتي وحليب ينجم يغطي لي تكلفه الانتاج نتاعي. هنا كلمه حق نحب نقولها، هو مربي ابقار وانا نعمل في ترانسفورماسيون نتاع الحليب. المشروع نتاعي كيما نقولوا 30% من التعب نتاع المشروع نتاعو، انا نصور في 100% وهو يصور في 30%. ما فماش معناتها فماش عدل، فماش عدل في الحكايه معناها. الحقيقه هاني الفلاح يتعب 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 ويشقى، معناها كيما الكلام اللي قلته لك، يتعب يتعب ويشقى وجاي يعطيها لل ترانسفورماتور ولا سونتر ولا للترانسفورماتور وهو اللي يربح الفلوس، والفلاح ما يلقاش معناها حق. وانا نراه الفلاح مظلوم ومش بياخذ حقه في تونس برشا تهميش. واحنا زاد كمهندسين فلاحيين معناتها اصحاب شائد عليا، يعني الدوله لا حتى هاو زوز معناتها احنا اثنين، حتى واحد فينا لا يخدم في الوظيفه العموميه، عندنا لي لو تكنيسيان حتى واحد فينا قداش من مره معناتها نسجلوا، وحتى واحد معناتها فينا ما تمتعتوش ما تمتعنا بحتى شيء من الدوله. انا حتى منحه نوفو بروموتور ما خديتهاش من الدوله، خديت المشروع الاول والثاني وما خديناش معناتها حتى منح، حتى تهميش كامل للفلاح. مهندسة فلاحية وماجستير في البيوتكنولوجي فيجيتال من لينات، 7 سنين بعد الباك. حكومات ودولة ما نحقوش الاكتفاء الذاتي الغذائي نتاعنا، رانا ماناش باش نقدموا باقتصادنا، ماناش نبنيو الدولة. دونك العالم ما ينجمش يعمل لك، ولا الباحث ما ينجمش يعمل لك بحوث، الأستاذ ما ينجمش يقري، الحرفي ما ينجمش يصنع، ما يعمل شيء كلما يبدا واكل الماكل. احنا الماكله ما نشلهم بها، دونك كيفاش تحب الدوله واللي سيكتور الكل يقدم. مازلنا ما تعديناش اللي بعد، مازلنا ما تعديناش، احنا كي نكملوا نكتفيوا في غذائنا وقتها تنخموا في التكنولوجي والرقمنه وما برشا حاجات. ما تبعدش برشا على أريانا. كل الناس اللي مغرومين بالفلاحة واللي غاطسين في الفلاحة واللي يعشقوا مهنة الفلاحة والنشاط الفلاحي. الجنارية كانت عنا حلقة سابقة مع جنارية بنزرت الارتيشو دو بيزرت
اللي هو برنامج وطني، برنامج تونسي للقطب التنموي في بنزرت، ومع طبعا وزارة الصناعة وأيضا الاتحاد الأوروبي، دعم من عدة جهات، وبرنامج إرادة الجنارية. دونك حكينا شوية على المنظومة، اليوم باش نحكيو على اختيار المشكلة نتاع الجنارية. دونك كيفاش نختاروها، وقتاش يتم الاختيار نتاعها لتفادي الأمراض. تابعوا معي. اليوم في منطقة سيدي ثابت تابعة لولاية منوبة، اللي هي معناها من المناطق اللي منجى للجنارية. بالنسبة اليوم باش نشوفوا كيفية اختيار المشلة المزيانة بالنسبة للجنارية. بالنسبة للفلاح، الجنارية باش يتحصل على منتوج جيد ومبكر يلزم تتوفر أربع عناصر. أول عنصر اللي هو باش تحدثوا عليه اليوم هو حسن اختيار مشات الجنارية. ثاني عنصر اللي هو تحضير الأرض والتبكير بغراستها. ثالث عنصر اللي هو التحكم في الري والتسميد. ورابع عنصر اللي هو المكافحة على الأمراض والآفات اللي تصيب زراعة الجنارية. الجنارية في العادة 95% تقريبا من فلاحة تتزرع في فصل الصيف، يعني أواخر جويلية، وصلنا تو حتى مستوى نصف سبتمبر نظرا لتغير الأحوال الجوية ونظرا للحرارة اللي ولينا نشهدوها السنوات الأخيرة. الفلاح باش يزرع الجنارية، إما تكون عنده الجنارية نتاعه كما السيد اللي معناها حاضرين عنده توا، وإلا باش ياخذ جنارية من عند فلاح آخر. إذا كان معناها باش يزرع الجنارية، المشلة اللي تكون متوفرة في الوقت ذاك هي إما صبع ولا العصا وإلا جدرة، هذوما يبداو موجودين عند النبتة وقت التشيح في الصيف، ناخذ منهم المشلة متاعنا باش نزرعوهم. لهنا الكثير من الفلاحة ياخذوا المشلة هذيك ولا يشريوا المشلة هذيك طول يزرعوها في الأرض متاعهم. لهنا نجموا نحسنوا من العملية هذه. علاش؟ لأنه الكثير معناها من المخلفات، فلاح بعد ما يزرع يلقى اللي معناها برشة جنارية، برشة زريعة ما طلعتش، وإلا ثم اختلافات. باش نحسنوا الشيء هذايا نعملوا عملية تنبيت، أن ناخذوا المشلة الموجودة وقتها الصبع والعصا والجدرة، نعملوا لهم عملية تنبيت. نجيوا في بلاصة مظلة بعيدة على الشمس، بعيدة على السخانة، بلاصة مظلة، ونجيبوا كمية من الرمل نتاعنا نتاع البني ونبلوه، ونجيبوا المشلة نتاعنا نعملوها نداويوها، نحطوا لها في معناها بتية فيها محلول نحاس باش يداوينا كل جرح، فيها دواء ضد الجراثيم والفتريات نتاع الأرض، وكذلك دواء ضد الحشرات. هذوما يبداو متواجدين مع بعضهم، نغطسوا فيهم المشلة نتاعنا نتاع الجنارية، ومن بعدين نجيو معناها نحطوهم في الرمل بجنب بعضهم لمدة تقريبا أسبوع، تنبتك المشلة هذيك، بعدين الفلاح ياخوها ويزرعها في المزرعة في الحقل متاعو. هذه تربحنا أنه ما عادش تنقصنا معناها الجنارية المتخلفة، زريعة متخلفة وما نبتتش. هذه طريقة محسنة، معناها طريقة التنبيت باش نقصوا، لانه علاش رانا في الوقت هذاك راهو شهر اخر جويليا واوت، يعني الحراره مرتفعه جدا ومع السقيان والرطوبه، بحيث يصير برشا تعفن خاصه في
الجدرة اللي هي باش نقصوها على اثنين ولا على ثلاثة ولا أربعة، هذيك راهو معناها نسبة كبيرة من المخلفات. حاجة أخرى أنه ينجم الفلاح يحسن معناها من الحصول على مشاتل ممتازة، أنه كي يبدأ عنده جنارية كيما السيد هذي اللي تو نحنا عنده، يكون في ينجم في أواخر شهر فيفري مستوى شهر معناها مارس ينجم يتحصل على مشلة من نوع آخر اللي نسميه الكردون. ليش؟ لأن الجنارية في الربيع تعطينا تعطينا معناها نسميه الكردون وإلا الفرخ بالفرنسي ايتون وإلا روجي، هذه نجم ناخذوه نستعملوه كطريقة أخرى من طرق الإكثار. كيفاش؟ أما نسبقوها بتكون معناها عملية عمليتين نعملوهم لتهيئة الجنري متاعنا، أن نجيو في أواخر ديسمبر وإلى بداية جانفي نعملوا التنقية الفيزيولوجية. شنو معنى التنقية الفيزيولوجية؟ أني معناها كل صنف ناخذ له الصنف متاعه، يعني أني مثلا عندي الجنارية الحمراء، كل ما نلقى جنارية مخالفة للجنارية الحمراء إما تكون جنارية بيضة وإلا جنارية معناها مشوكة وإلا جنارية ما لا تستجيب للمواصفات اللي حاشي بها، نوليش نعمل ندهنها باللون الأحمر، يعني هذيك باش نقصيها. والجنارية اللي تكون مبدرة اللي تكون تستجيب للمواصفات نولي أنا ندهنها باللون الأخضر، باللون الأخضر هذيك يعني أنا مش نخليها معناها نستحق لها، والحمراء راني مش نستحق لها. هذا يتسمى التنقية الفيزيولوجية، فلاح يسموها الماركاج، وأغلب برشا قليل من الفلاحة يطبقوه لكن الكثير منهم لا. ثم تنقية أخرى تم في الربيع شهر مارس. علاش تكثر الأمراض؟ تكثر الأمراض وقتها النجم زادا نعمل تنقية صحية. تنقية صحية كالعادة ناخو حكة دهن حمراء، واللي لا معناها الأغلبية تلقاها معناها فيروزي مجدرية، وتنشوفوا الأنواع اللي موجودة في الحقل معناها فيروزي ومريضة وتكون معناها منظرها ما يعجبش، هذاك كيف كيف نعملها معناها ندهنها باش ما عادش نكثر منها. بعد مدة شهرين ونص ثلاثة شهور ماكسيموم بداية في جوان نوقف عليها الماء باش تشيح هي المشلة متاعي في المنبت، وبعدين أواخر شهر جويلية نفيقها نسيب عليها الماء تفيق ونقلعها ونمشي نزرعها في الأرض متاعي، وتكون بعدين مشلة تعطيني أن ما عنديش النسبة متاع مخلفات كما نشوفوا فيها عند المشتلة متاع الصيف الصباع والعصا والجدرة، وتكون الكلها متناسقة متجانسة وتعطيني منتوج مبكر، اللي هو الفلاح يسعى أنه يتحصل على منتوج مبكر خاصة في شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، تكون أسوام متاع الجنارية أسوام ممتازة نظرا معناها أنه ثم تصدير. جنارية هي عالم، والجنارية اللي هي نشاط مهم خاصة في بنزرت وزيدوا منوبة أيضا، وما خاصة في بنزرت. تحية لكل المزارعين متاع الجنارية. بينتو دينا قرت العنز حتى في العزارة، قرت العنز يبدأ بعد العود يفيق وتبدا من بعد تطلع لمبوبه تنقولوا نحن، ومن بعد لمبوبه هذيك باش تولي اما باش تولي عود والا باش تولي غله باش تطلع النواره باش تنور الاشجار المثمره. المداوات قبل الازهار.
بيه. اليوم باش نحكيو على بدايه المداوات. هي مداوات وقائيه، احنا الوقايه انا نرفضها في برشا حاجات، لكن الا لهنا. اليوم كما تشوفوا اللوزيات بالاخص اللوز والخوخ البدري بدا ينفخ، العين بدات تكبر وقريب باش تحل النواره. احنا شنو نقولوا غونفلمون دو بورجون، معناها العين بدات تنفخ وبدينا نشوفوا في اللون، يما في اللوز ابيض ولا في الخوخ احمر. هذاك فتره هام جدا، لازمنا نبداو مداوات وقائيه. مناش فما الكلوك اللي هي نعرفوها عاده تضرب الورقه اللي تحمر وتقلق برشا، ولا البيسرون. الزوز امراض هذوما من الاحسن نعملوا لهم وقائيا، يعني الدواء كي ينفخ العين باش ينقص لنا المدار، خاطر كل ورقه راهي مضروبه ما تشتغلش، وكل ورقة ما تشتغلش باش تنقصنا في الإنتاجية. الورقة بمثابة لوحة ضوئية تاخذ الضوء باش تخدم، هي الموتور متاع الشجرة. إذا ما استحفظوش عليها وما تبداش هي في أحسن حالة، راهو باش تقلقنا برشا وباش ينقصنا من المردود. باش نحميهم هذوما خاصة في الفترة هذية لازمنا باش نداويو على الكلوك هذية اللي قلنا عليها، وعلى الزيدي اللي هو البيسرون. علاش؟ خاطر باش تجينا النوارة، وفي الوقت النواره عندنا برشا حاجات ما نجموش نعملوه، خاصه في وجود النحل اللي يلزمنا نستحفظوا عليه. دونك نحاولوا نوخروا، كيف نشوفوا لي بيتال النكته البيضاء اللي هي ولا الحمراء نبداو نداويو باش نعطيو اكثر وقت. المداوات قلنا للكلوك انفونجيسيد معناها معها معروف اللي هما زوز فما معروفين، ولا حاجة ضد الزيدي اللي هي جهازية يعني سيستيميك اللي تشدلنا على الأقل شهر، خاصة كما نرجع ونعاود فيما يخص الفاريتي بريكوس يعني البدري اللي هو يهم توا، خاصة خيانا في الجنوب كما من تطاوين بيرتليفين، ولا نرجعوا للمكناسي رقاب حتى هنا هكا توا تشوفوا فما شوية لوز بدا. دونك باش نحميو هذيا باش نأكد، خاصة واليوم بدينا بكري باش نأكدوا على اختيار المواد وقت النوار. يديكم ونترجاكم خيان الفلاحة اللي لازم ديما نثبتوا رواحنا بأنه مبيدات، ماهيش أدوية، هي مبيدات، وخاصة في وقت النوار. اليوم رانا ماناش عاطين قيمة كبيرة للنحلة، لكن هي أساس الحياة. صدقوني تصب مطر ولا ما تصبش، اذا ما فماش نحل ما فما حتى شيء، ومش كان في الاشجار المثمره، في النباتات الكل. ولهذا يهديكم كي تمشيو وباش تشريو الدويات كونوا انشدوا بالقدا، وخيانه زاد اللي يبيعوا في الدويات يهديكم مثال شراو. المبيدات الكل تقتل الزيلي، هو باش يقول لك اعطيني ضد الزيلي كلها تقتل، لكن فقط النواره مش الكل راهم يصلحوا. ونعاود ناكد يلزم اختيار المبيدات اللي تنفع واللي تستحضر لنا على النحله باش يكون يعني النتيجه باهيه للناس الكل، وماهيش كل المبيدات راهي تنفع في الوقت. فاصل قصير في برنامج الثانية ونواصل معكم بعد شوية سيرين جبالي، وموضوعها اليوم هو أهم أنواع الحدائق. عنصر الحديد هو من العناصر المهمة جداً في تحسين الإنتاج والمردودية، على خاطر يساهم في عملية البناء الضوئي أو ما يسمى فوتوسينتيز، ويقوي من مناعة النبتة وحمايتها من الأمراض. للوقاية من حدوث النقص في مادة الحديد ننصح باستعمال ديميركان اللي هو حديد مخلبي
أورتو أورتو مع الري، والكمية المنصوح بها تتراوح بين 5 و12 كيلو في الموسم في الهكتار الواحد اللي تتحدد حسب العمر متاع الشجرة والكثافة. وفي صورة ما قمناش بالوقاية وصارت صفورية في الأوراق اللي طالعة جديدة، لازم ندخله باستعمال NF15 كرش ورقي بمعدل 250 ملي في 100 لتر من الماء اللي هو حديد وأزوت سائل. منصوح زادة باستعماله في مرحلة النمو الخضري. حكايتنا بدات هنا توا 20 سنة في بلاد الخير مطمورة القمح والشعير. شدينا بيد الفلاح باش يخدم أرضه مرتاح، من اللي يزرع للي يحصد، وهو في خبرتنا يقصد. ننصحوه ونعاونوه وبأحسن خدمة نودوه. من موسم لموسم تعاشرنا وفي إنتاجنا زدنا طورنا، نعمة وكولزا حمص وفول، البركة تنزل ويزيد القبول. مع بعضنا مازلنا مكملين على نجاح معملين، وحكايتنا طابة طابة ومع الساعة ما إن شاء الله كل عام تجينا صابة. مراحل زراعة الكولزا. تحضير الأرض يبدأ في جوان إلى سبتمبر، وهذا يصير كل عامين أو ثلاثة حسب أنت شنو باش تزرع في الأرض هذيك في برنامجك للتداول الزراعي. باش نحضروا الأرض للكولزا لازم نعملوا حرث عميق. بعد الحرث نجيو نعديو الخرباشة، نعديو الرولو. من الضروري نعملوا تحليل تربة كل 3 سنين باش نعرفوا شنو نقصها. ناخذوا عينات بعد الحصاد مباشرة كانك زارع قمح خاصة قبل نهاية شهر أوت، باش نعرفوا قداش لازم فوسفات وقداش لازم بوتاس باش نحطوه للكولزا. رابعا نداويو الأعشاب الطفيلية قبل الزريعة، ولازم نتأكدوا اللي الدواء تردم بالقدا. وقتاش نزرعوا الكولزا؟ الكولزا تتزرع في الخريف، تبدأ من شهر أكتوبر إلى آخر شهر نوفمبر. تتزرع الكولزا على عمق 2 سنتيمتر. لازم نعدلو مليح مليح آلة البذر السوموار ونزرعو 5 كيلو في الهكتار. بعد ما نزرعو نعاودو نداويو قبل ما تنبت الكولزا. الكولزا تستحق لمونيتر الأزوت من ديسمبر إلى مارس. قبل ما تنور الكولزا نعملو المدوات الثالثة، واللي هي مدوات التدارك. الإزهار متاع الكولزا النوارة تنور بين 4 إلى 6 أسابيع وهي تنور، ويبدأ وقت الساق متاع الكولزا مازالت ما وصلتش إلى طولها النهائي.
نوصل الحصاد اللي هو يكون بداية شهر ماي، وقت اللي هي تكون الرطوبة متاع الثمرة متاع الكولزا بين 10 و 12%. ونذكروا في الأخير اللي زراعة الكولزا في التداول الزراعي عندها فايدة على صابة الحبوب اللي تجي بعدها بزيادة تقدر تقريبا في الصابة ب20%، وبالتالي تساهم في تعزيز السيادة الغذائية متاع بلادنا. وإن شاء الله صابة.